كتير بيهم. شي فلوس الى حطيتيهم الفلوس اللي غادي انفيستي بحال هاد الانواع ديال الانفيستيسمون تدخل وكتشريهم وانت ما مربيش عليهم الكبده ديك اللعبه ديال بحال حسبتهم بحال طاحوا لك شديتيهم طاحوا مشاو دوك الفلوس ربحتي في سيطامه بالصحه والراحه ما ربحتيش كاين حتى مشكل. الخايبه هو انت كتحط فلوس ديالك محتاجهم بنادم بيع موطور شتي تبيع موطور كتخدم به وحاطهم في سيطامه هنا كتولي الريسك هنا ماشي على الفلوس بعدا يمشيو راه شحال حاجه ما كيفهموهاش الناس اللي اول مره كيدخلوا للانفيستيسمون راه الريسك راه ماشي ديال الفلوس الريسك ديال الفلوس وديال الصحه ديالك راه شحال واحد ما عمره ما دخل هذا في الحساب نتاع الصحه ديالك فاش كنهضر على الصحه شنو كنقصد هو ان فاش السيطره غيهبط راه غيطيح لك الطونسيون راه غتمرض راه غيوقع لك اضطراب نفسي راه كاين اللي غتجي يجي هذاك نوبات ديال البانيك غيبقى يوقعوا له نوبات ديال البانيك شنو هما هو فاش كي شي واحد كيتاثر بدوك لي زانفيستيسمون ديالو كيبدا يشوفو كيهبطو كيبدا يترعد كيبدا يعرق كيبدا وهذاك المرض النفسي وداك الستراس اللي كيوقع عليه غيقدر يخلق ليه واحد المشكل كبير يقدر يخلق ليه مشكل كبير من الناحيه ديال الناحيه النفسيه وغيولي خاصو يخسر على راسو الفلوس غيولي خاصو يمشي للسبيطار وغيخلص فلوس اكثر على دوك الفلوس يقدر يكون هو خسر غير 300 دولار ولا 3000 دولار ولا ولكن الصحه ديالو تدهورات وغيولي يخسر عليها اكثر هذا هو الريسك اللي كاين فهاد فاش كتدخل بفلوس انت محتاجهم هذا هو الريسك ديال الصحه والريسك ديال الفلوس اللي انت محتاج كيمشيو لك هذا الريسك هذا حنا دابا فاش كندخلوا للانفيستيسمون نورمالمون كنهضر على اللي كيفهم شي شويه في الانفيستيسمون فاش كندخلوا ليها اش كنديروا كنشوفوا الريسك كنشوفوا شحال نقدروا نخسروا وشنو غادي يطرى لنا الا خسرنا عاد كنشوفوا الارباح ما كندخلوش كيجي شي واحد كيقول لنا شوفوا فلوسكم غيوليو في الملايير غتوليو مليون دولار انت كيطيحوا لك الريوك كتقول صافي جاب الله الربحه انا غنطلع من الفقر غنخرج هذاك الشيء نتاع ايزي ماني راه ما كايناش هنايا كما قلت لكم كنشوفوا الريسك الحوايج اللي يقدروا يوقعوا لينا الا خسرنا مي كيكونوا دوك الحوايج اللي غادي يقدروا يمشيو لينا كيأثروا علينا ما كنشوفوش في الربح ما عندنا ما نديرو بالربح ما عندنا واخا يقول لي انا شي واحد يجي يقول لي شوف غتشري هاد السيطامه غدا غتولي مليار ما نقدرش نديرها علاش لان الريسك نتاع شنو غيوقع ليا وكاو ما صدقاتش خيب من الرباح اللي غادي يوقع ليا الرباح مزيان ولكن الا ما صدقاتش راه يوقع ليا مشكل ما غنبقاش راه نموت هنا هذا هو الريسك مانجمنت اي حاجه بغيتو انفيستيو فيها بقا تشوفو الريسك مانجمنت فلوس ما كتحتاجهمش والحاله النفسيه تكون مزيانه هاد الجوج الشيء اللي كان عندك الحاله النفسيه والحاله الماديه مزيانه ما عندكش مشكل دخل سايطاما دخل طايطاما دخل موطاما دخل كيطاما سيطاما ريطاما اي حاجه ما كاينش مشكل عندك واحد 100 دولار ما عندك ما دير بها 100 دولار ماشي ما عندك ما دير فلوس ديما عندك ما دير بهم ولكن عندك واحد 100 دولار الا خسرتيها ما كاينش مشكل الا خسرتي واحد 100 دولار ما كاينش تاثير جسدي ما يطرا لك والو مشات لك 100 دولار مشات هاني ماشي مشكل هو بنادم كيجرب كيتيستي ما صدقاتش هانيه كان هذا هو الاحساس ديالك شريها انا نقول لك شري اي حاجه شريها بان لك شي حاجه شري الا كان عندك هذا هو هي السايكولوجي ديالك الا دخلتي بواحد الفلوس اما الا كنتي داخل كما قلت داخل ديك اللعبه ديال شوف تمشي عند الوالده ديالك ولا الوالد شوف الوالد راه كاينه واحد الهمزه راه الناس كيديروا فلوس بيع تليفونك بيع راني داكشي مخبي كاع داكشي اللي جمعتي ارضك الباب نبيعو غنمشيو نشريو سيطامه كاملين هنايا راه الخطر كبير الخطر واخا تهبط سيطامه شويه وتطلع انا هاد سيطامه غير مثال انا ماشي هي بالضبط انا ما كيهمنيش واش سيطامه ولا دوج كوين ولا حتى البيتكوين كاع ولا حتى البورصه كلشي الريسك مانجمنت هو اللي كي وهذا حتى وقتاش كيفهموه دابا انا كنعطيكم واحد المعلومه اللي كتعلم بالاكسبيريونس بحال قلتي كتمشي لواحد البلاصه كتاكل العصا عاد كترجع وكتمشي لديك البلاصه اللي خاصك تمشي ليها دابا بحال قلت لكم انا راه ديك البلاصه غتاكل فيها العصا وكاين عاوتاني كل واحد كيفاش كيمشي
دابا واحد الحاجه واحده اخرى غنقولها لكم. دابا انت ما درتيش ريسك مانجمنت، ما فكرتيش ريسك مانجمنت ديالك كاع، ما فكرتيش ريسك مانجمنت ديالك، ما عطيتيه حتى شي، ما عبرتيش ريسك مانجمنت، دخلتي طامع، دخلتي شريتي واحد المانا ولا سيطامه ولا ما نعرف، وربحتي فلوس، ماشي ما ربحتيش، ربحتي فلوس، وجيتي وديتي كتقول زوين كنت بعنا زوين كنا عمرنا درنا شي حاجه في حياتنا، بقى يقول لك الريسك مانجمنت اللي حماق عليك، راك تعتبريش، انا درت فلوس، دخلت بعت موطور ب 3000 درهم ولا ما عرف 4000 درهم، درت فلوس. هذه الفكره هنايا مزيانه، حد الان مزيانه. ريسك مانجمنت الا ما درتيهش دابا وربحتي فلوس، الاوت كام الضربه اللي غادي تجيك غتجي خيب من الضربه الاولانيه. انت شريتي سايطاما 3000 وصلت ولات 30 مليون، كرشك كبرات، ولات عندك واحد الثقه في النفس، وليتي واحد الشخص واحد اخر، ولات عندك واحد الكونفيونس كبيره، وليتي كتقول انا نقدر نولي اي واحد في اي لحظه، موتيفاسيون داك الشيء طلع بالجهد. غد النكست ستيب ديالك فاش غتشد الفلوس ديك 30 مليون اللي ربحتي وغتحطها عاوتاني في شي شيت كوين، وبكل ثقه انت وبكل الاحساس وبكل الفرح وبكل شيء، حط واحد 30 مليون في واحد اللعيبه، غتجيك واحد الدقه اللي الدقه ديال 3000 درهم كانت هانيه، الدقه ديال 30 مليون راه ما هانياش، غتجيك واحد الدقه اللي تقدر جوج الحوايج، يا اما يديك هذه ما غاتبقاش تحركها الله يحفظ، عليك شي عجز لان الصدمه غتكون كبيره قاصحه الناحيه النفسيه انا كنهضر، اما الفلوس راه كيمشيو كيجيو ماشي مشكل، ولكن الناحيه النفسيه خايبه، غتجيك واحد الصدمه كبيره، وديك الصدمه ما كاينش شي واحد في الدومين تاع الاسيت مانجمنت ولا في الاسيتس اللي هما الكريبتو ولا البورصه ولا اي حاجه، ما كاينش شي واحد ما تصرفقش، ما خداش عصا، ما كلاش لا ما دخلش دار خطا وخسر فلوس بزاف، ما كايناش. كتبقى كيفاش تاخذ الدقه؟ راه تيقول واحد البروفيرب، كيقول واحد المثال امريكاني كيقول لك everybody has a plan until they get punched in the face، كل واحد عنده واحد البلان حتى تجيه بوني اللوجه. دابا هذوك صحاب البوكس كيدخلوا للحلبه، دابا هو عنده بلان كيقول لك غندوز من هنا وندير ليه غنضربو ونطيحو، هذا ساهل طيحتو، انت كتدخل للحلبه وانت تايق، داير هذاك اللي غدبز معاه ديرو في كرشك، غنشدو غنسلخو هذاك عاد طلع البارح، ولكن عندك واحد البلان، انت ما عندكش واحد ريسك مانجمنت، ما تقولش ولد الحرام هذه الا درت لي هذيك ضربني ناري ولا مشى تحكمني ولا شي حاجه، ما كتشوفش دوك الويكنس ديالك. وهذا الشيء كما كيقول لها في البوكس كيقول لك everybody has a plan ديال مايك تايزن until you get punched in the face، حتى تجيك دقه للوجه كيمشيو لك كاع البلانات، باش كتضرب انت ما معوش تضرب، وكتضرب وما كتبقاش عارف شنو غادي دير، كاع البلانات مشاو لانك ما وجدتيش لديك الدقه اللي غاتاخذها. ولهذا انا اش نهضر على هكا، واخا كنبان خايب في التصويره وكنبان هذاك اللي كينقر بزاف وكيقول غير الحوايج الخايبين على الكريبتو وهو ما مزيانش، ولكن الهدف ديالي انا هو ما تخسروش الفلوس، انا ماشي ضد ما تربحوش الفلوس، بالعكس كلشي يربح كلشي مزيان، وما كرهناش كلشي يربح، غير كلكم درتوا لاباس راه المغرب غيدير لاباس، ما باش تعرفوا هذه الحاجه، ولكن ما بغيتش شي واحد ياخذ شي دقه خايبه ويتصدم في حياته ويبدا يقول ويبدا يلصقها للناس. دابا راه المشكل راه خطا ديالك، راه ماشي ديال الناس، راه نجي انا مثلا هذا اللي كيقول سيطامه مزيان، راه تكون عنده نيه حسنه، حنا نمشيو مع النية الحسنة، تكون عنده نية حسنة، وجا قال لكم الدراري بغيتكم ديروا لاباس، أنا داير شوفوا سميتو ديالي أنا راه داير واحد المليار، شوفوها أنا بغيتكم أنتم ديروا مليار، راه النية حسنة عنده، ولكن هو ما عمرو شاف الوضع المالي ديالكم، ما كيعرفكمش، ما كيعرف حتى شي حاجة عليكم، واحد مسكين ما عندوش ومشى عند والديه وقال لهم شوفوا بيعوا حوايجكم وأجيو ندخلوا لسيطامة، راه الدري دار مليار، راه صافي غنخرجوا من الفقر. راه هنا راه كيولي الريسك ديالو خايب، وهنا الدقه ديالو كتاثر ليه على ماشي عليه هو. دابا المشكله راه كيقول لك بعض المرات كاين واحد المثال بالعربيه انا ما عرفتوش، كيقول لك الا خسرت وما شافني حد هانيه، ولكن الا خسرت وشافني كل شيء خايبه، هذا واحد المثال عربي ما عرفتش شنو هو، الا كان شي واحد عارفه يكتبوا لنا في الكومنت. الهدف ديال هذا المثال شنو هو؟ الا خسرتي انت فلوسك تقدر تهضمها، الخايبه هو تخسر فلوسك وفلوس عائلتك، هنا واحد الليفل خايب، هنا واحد الليفل خايب، لانك تخسر فلوسك
وفلوس واحد اخرين وامك مسكينه ما دارت والو حتى ولا مشاو ولاد الدار. دابا انا كنهضر على الريسك مانجمنت، راه ما كنهضرش على الارباح، ارباح راه حاجه واحده اخرى. الريسك مانجمنت قبل ما تدخل شوف هاد الحماق كامل، لانه مهم، لانه هو اللي غياثر عليك. واسمحوا لي الا كنت مبان انا ما باغيش لكم الخير باش تربحوا فلوس، لان الفلوس كاينه في الشيت كوينز، وانا كنقول لكم ما تانفيستيوش، ما كنقولش لكم ما تانفيستيوش. كل كيتحمل المسؤوليه ديالو، غير الدقه خاصها تكون متواضعه. بحال دابا مثلا انا مثلا اكس غنقولوا انا مثلا حطيت $1,000 في سيطامة مشات ليا، ما عنديش مشكل. علاش؟ لان ما انفيستي في امريكا، ما انفيستي في المغرب، ما عندي دي زانفيستيسمون واحد اخرين في دومينات واحد اخرين، ما عنديش مشكل. وعندي فلوس ديال الطوارئ وقعت ما كاينش $1,000 هانيه ولات مليار مزيانه، حيت انا واخا هكاك ما بقاش كنتاثر بالفلوس. مليون تولي مليار راه بالنسبه ليا راه ماشي شي حاجه، لان هذيك الفلوس راه جيم اوف. حنا كنحركوا الفلوس من هاد الجهه ونديهم للجهه اخرى، واش كيجيبهم هنا؟ ما كنربيوش الفلوس على الكبده، زعما تنربيو الكبده على الفلوس. زعما الفلوس راه غير وسيله نقل القيم، راه ما حتى حاجه هي، راه والو، غير اوراق. كما قلت لكم ربحت مزيان، ما ربحتش هانيه، ما يتاثرش الجسم ديالي. هادشي علاش كندير انا هاد الصداع كامل. واقيلا غادي نحبسوا اللايف، غنحبسوا اللايف وغنعاود نديرو باش يطلع مهدي ولا نبيل باش نهضروا على الموضوع ديالنا اللي هو الكريبتو اللي مزيان للاستثمار. اليوم دابا هضرنا على الريسك مانجمنت،